فين يمكن لكم تبداو تدوزوا لي ستاج وانتم في العام الاول ديالكم ديال لافاك او في العام الثاني؟ يعني مازال ما وصلتوا لو بي اف او لو بروجي دو فان ديتود. ملي تنقلبوا سيغ انترنيت على الفرص ديال ستاج في المغرب في اي شعبه كانت، دائما غادي تلقاو طالبين فورماسيون ديال باك بلس 3 او باك بلس 5، يعني تكون حاصل على الاجازه او الماستر. وبالتالي واش نتوما غادي نتسناو حتى تبغيو دوزوا البي اف او ديالكم، ولا حتى تشدوا الدبلوم ديالكم الاجازه او الماستر عاد تبداو تدفعوا؟ نو، خاصنا من دابا نقلبوا باش ملي نشد الدبلوم ديالي صافي نكون واجد باش ندخل لسوق الشغل بكل اريحيه وبدون القليل من الشك، ماشي ملي نسالي قرايتي عاد نقلب فين ندير لي ستاج باش ناخذ ليكسبيريونس. اول حاجه خصنا نعرفوا لي زونتربريز اللي غادي نوريكم باش تدفعوا ليهم باش تدوزوا ان ستاج. خاصكم تمشيو عندهم برجليكم وتدفعوا ليهم بيديكم وماشي باغ انترنيت، حيت كاينين الناس اللي غادي نقول لك نو انا راه بعيد ما نقدرش، غادي تخصني ترونسبور بزاف وفين غادي نسكن الا بغيت نبدا معاهم. خاصكم تعرفوا واحد الحاجه كما قلت لكم في الفيديو السابق، الا ما ضحيتيش وما تمرمتيش وما ريسكيتيش ما غاديش تتعلم وما غاديش تمشي بعيد. هذيك لا بوكس اللي كيعطيوكم واخا قليله بزاف حافظوا عليها وما تخسروش في التخربيق، واخا غير تحركوا بها ملي تبغيو تقلبوا على البلايص والشركات ديال الخدمه فين دوزوا لي ستاج، حيت غادي تحتاجوا لي ترونسبور ولي فوتوكوبي بزاف، وغادي تخصكم تكونوا مجدين الطلبات ودي سي في ودي ليتر دو ريكومونداسيون. بالنسبه لهاد الثلاثه مازال غادي نهضر عليهم من بعد ان شاء الله مزيان. قبل ما نبدا معكم في لي ديتاي، تيقول المثل علمني كيفاش نصيد الحوته وما تعطيهاش ليا. صراحه حتى انا قلت مع راسي نعلمكم كيفاش تقلبوا وتلقاو لي ستاج وما نوريكمش. الله يا ودي نتوما هو كلشي، غادي نوريكم ان شاء الله. بما ان الناس اللي كيتبعوا هذه القناه من مختلف المدن ومختلف الشعب، يعني الا بغيت باش نهضر لكم مثلا غير على شعبه واحده وفي مدينه واحده راه غادي تاخذ منا حتى 6 دقائق مينيموم باش تفهموها مزيان. اذا الطريقه اللي غادي نوريكم اليوم ان شاء الله تنبغي منكم كاملين ديروها وغادي تكون اول تجربه ديالكم، ومن بعد غادي نتموا غادي وكتعرفوا اكثر. دابا تقريبا اغلب المدن اللي كاين في المغرب تيكون فيهم واحد الحي صناعي واحد لازون اندستريال، دونك كل واحد فيكم ما غادي ياخذ واحد النهار وسط السيمانه ولا شي صباح ولا عشيه وغادي يمشي يقلب عليها فين بلاصه جات، وغادي يهز معاه واحد البورتفوي ولا الشكاره ديالو يدير فيها ان بلوك نوت، وغادي تشوف الشركات كاملين اللي كاينين في مدينتك. ولا كان العدد ديالهم كبير جدا بحال مثال كازا، غادي دير واحد البروغرام وكل مره تمشي لشي زون، وكل شركه مشيتي ليها كتسجل السميه ديالها، وديجا كتلقى دائما واحد السيكوريتي، وغادي تسولو السلام شريف انا ممثل الطلبه في الجامعه فلان فلانيه وكنقلب الطلبه فين يقدروا يدوزوا لي ستاج ديالهم، واش يمكن لك تعطيني معلومات على هذه الشركه؟ شنو كدير؟ نوع الخدمه اللي كتقدم؟ وملي يجاوبك ويسالي غادي تقول ليه، واخا تعطيني معلومات اكثر على كيفاش الناس يقدروا يستافدوا اللي بغاو يدوزوا شي ستاج عندكم هنايا. فوالا، الا سولتيه بشخصيه ممثل طلبه غادي تكبر معاه النقاش، اما الا قلتي ليه بغيت ندوز عندكم ستاج غادي يقول لك راه حط طلب ورقاتك وغادي تمشي في حالاتك، او يقدر يسولك شنو كدير غادي تقول ليه الشعبه ديالك، يقدر يقول لك هادشي راه ما تيخصكش. دونك افضل طريقه حاولوا تقمصوا هاد الدور، وهنا غادي تبان حنه يديكم حيت تقدر تتاح لكم الفرصه ويدوزك لشي مسؤول تماك باش يشرح لك، حيت انت جاي كتمثل فئه وليس نفسك فقط. اذا انت خاصك تعرف تهضر، تعرف تدخل شويه الفرونسي، خلط فرونسي عربيه باش تبان قافز شويه ودفع ديك السنطيحه مزيان وكون واقف كابابل. هادشي اللي كنت كنهضر لكم فيه قبل ديال الديفلوبمون بيرسونيل ومازال غادي نهضر لكم عليه ان شاء الله اكثر من بعد. دونك باش ما نطولش عليكم بزاف في هذا الفيديو، غادي نخلي لكم الجزء الثاني ديالو لا سومين الجايه واللي غادي يكونوا فيه المراحل اللي كتجي من بعد ما كتسارى الشركات وكتعرف السميات ديالهم وكل وحده والخدمه اللي كدير. اي سي يو نيكست تايم.